بتهزر الت... كمان في السخانة دي طالب جيت جيت كيف انت جيت كيف؟ طيارة يجي طيارة شو انت بتخش علي؟ طي... طيارة, طيارة يجي ما في مطار هنا طي... كيف كنت بالطيارة انت يا زول؟ اه انا طيارة جود ها؟ آه؟ طيارة جود جود كيف يعني؟ هذا جود يا اخي جود طيارة ركب داخل نفر ايوا انا جود برا ماسك الطيارة من برا؟ برا جود يجي بعدين انا شكل مسك بعدين نشوف داخل مني خريطة مني سودان ايوة انا على طول فكر شيخ وسامة سودان لازم أيوة. على طول يجي انت إيه معك جواز في جواز؟ جواز 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 في؟ جواز جيب. سودان ولا ويه؟ ايوه سودان جيب جيب جواز الحمد لله الحمد لله سودان طبعا حدود آه معانا ذات آه جاي تنزل هنا جيب جوازك ليش شنو كمان جاي ممنوعات مخدرات؟ ما في مخدر يا اخويا مخدر هذا ما في ليش شنو ده؟ هذا انت سوداني؟ ايوه سوداني معلوم خالد؟ من خالد منو؟ خالد ده خالد خالد واير خالد واير واير خالد اه خالد سيلي دي صفة يعني ايوه ايوه, أيوة. 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 انت جاي السودان عشان تجيب لي صفة انا انا هو ترتيب هو قبل. هو ترتيب انا ترتيب هو قبل ايوه ما شاء الحمد الله الحمد لله ومديك جواز سوداني كمان الحمد لله ما شاء الله عامل <applause> أيوة. لك كفر ايوه تبع خالد سيلي تبع الحكومة يقول لك شنو خش السلام عليكم خش ما هي وكالة من غير بوابة السلام عليكم اسمع يا اخي دخل السلام <applause> عليكم اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج زول كافيه العربي في حلقه الليله حنتكلم عن موضوع مؤثر على العالم كله مؤثر علينا طبعا احنا برضو لانه احنا من ضمن العالم ولا شنو الا هو موضوع الحروب والنزوح واللاجئين وشايفين احنا مؤخرا الحاجه الاخيره اللي حصلت في افغانستان والناس اللي هربت وشفتوا كلكم الناس اللي كانت متعلقه في الطياره ووقعت من فوق وفي اللي وصل وفي اللي ما وصل وفي اللي وصل مقطع المهم الحاجه دي بتشير لك بتشير لك لانه البني ادم وصل لمرحله انه هو ما قادر يقعد في الحته او ما قادر يقعد في بلده فبيضطر لانه يطلع من البلد دي تسمى هروب تسمى لجوء تسمى ما تسمى فوصل لمرحله لقى انه في بلده دي لا في راحه ولا في امان فبيضطر انه هو يشوف بلد ثانيه حتى لو كانت ظروفه أسوأ من بلده لكن على الأقل في النهاية ما في زول بيقرب منه ولا زي ما بقول شنو بيسلبوا حياته أو روحه وطبعا السودان مشهورة من زمان بموضوع اللجوء أو إنه الهجرة للسودان يعني زمان لما كان تكلمنا قبل مئة سنة ولا مئتين سنة أو أكتر من كده يمكن كان الموضوع ما اسمه شنو ما اسمه لجوء كانت الناس بتسافر أو بتتغرب أو بتهاجر للسودان نسبة لشنو لتوفر النيل اللي هو المياه والأرض والزراعة والكلام ده فالناس كانت دائما بتحاول تمشي للحته اللي بيكون فيها الماء والاكل والشراب على اساس انها تكون عايشه مرتاحه. حتى البهايم بتاعت الله عزكم انها تلقى مراعي ترعى فيها. وزي ما تكلمنا قبل كده قلنا ان السودان فيها مراعي طبيعيه ارقام خرافيه. فدي واحده من الاسباب اللي خلت السودان اصلا من زمان يعني بتقع عليه العين للهجره. وبعد ما طبعا بقى في اعلام وتقسيم حدود وبقت في دول ومسميات، بقى الموضوع اسمه لجوء. وقبل انفصال الجنوب كان السودان زمان محاط بتسعه دول وكان في ثلاثه دول وما زالت لليوم مشهوره او اصلا اكثر الدول اللي بيجينا منها لاجئين للسودان اللي هي اريتريا واثيوبيا وتشاد وبعد ما انفصل جنوب السودان مع انه احنا دائما بنقول ما بنعتبر الجنوب ده انفصل ولسه قطعه مننا لكن بقى يضاف مع الباقي الارقام للدول الثلاثه بقت الدوله الرابعه اللي بيجوا منها لاجئين من الجنوب للشمال الغريب في الموضوع ممكن واحد يجي يسالني يقول لي يا عوض انت ما قلت السودان هسي وضعها في 60 داهيه وماشى ما معروف ماشيه لوين لكن برضو في النهايه بيقول لك اللي جبرك على المرشنو شنو اللي امر منه فهو عين شاف الامرين في بلده فبيضطر انه شنو يخفف الوجع شويه ويمشي السودان والموضوع ما وقف عند كده وبس يعني اللجوء ما بقى من الدول المجاوره فقط وبدت القصه دي من دخول الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه وبعد ذاك شفنا احنا الازمه اللي حصلت في العراق او الحرب اللي حصلت في العراق ادت الى لجوء بعض العراقيين للسودان وبعد ذاك برضو اللاجئين السوريين واليمنيين كانوا بيلجؤوا للسودان برضو بعد الظروف اللي حصلت لهم في دولهم وغير كده شايفين احنا الاتفاقيه اللي كانت ما بين الاتحاد الاوروبي والسودان او بعض الناس في السودان الماسكين مفاتيح البلد انه موقعين معهم اتفاقيه بانهم هم يستلموا اللاجئين في السودان مقابل مبلغ ذاته يعني ما المبلغ الكبير ذاك 200 مليون دولار في دول بتستقبل اللاجئين لانه بيدفع لها قروش مقابل انها هي تستقبل اللاجئين ودي تعتبر الدول اللي هي باحثه او جاريه او منبطحه ورا القروش يعني انت تجيب اللاجئين عندنا ما مشكله ودينا قروش احنا عاوزين قروش وفي دول لا عندها قروش عندها بنيه تحتيه وجاهزه ونظام صحي واي شيء لكن في النهايه شنو بيستقبلوا اللاجئين ما عشان هم دارين قروش بيستقبلوها لانه مثلا بيكونوا عاوزين زي ما بقول شنو الايدي العامله بيجوا الليله بيجيبوا اللاجئين عندهم بيوفر لهم كل سبل الراحه الصحه التعليم ممكن حتى تصل للتجنيس عشان في النهايه يستفيدوا منهم وينفعوا البلد عندك احنا شفنا الازمه السوريه وتركيا كيف تعاملت مع اللاجئين السوريين لانه في النهايه برضه هي حتستفيد من الحاجه دي فالليله اي زول بيستقبل لاجئين في النهايه وراها ربح او وراها مكسب وفائده كان له ولا كان للاجئ يعني الليله مثلا لو تكلمنا عن السودان هل الليله السودان ده دوله جاهزه لانها هي تستقبل لاجئين طيب هل السودان عنده القدره انه يستوعب النازل حاليا صراحه حاليا في الوضع الحالي ما عنده حاليا ما عنده القدرة إنه يستوعب أي عدد أو أي لاجئ مهما كان حاليا ما عنده صراحة ما بنستحمله ولا زرة لاجئ واحد تاني في البلد دي نحن ذات يعني اللي عندنا اللاجئين أمسك الشريط بتاع دارفور ده كله لاجئين ناس ماشية بسبب الحروبات كده يعني نحن ما ممكن نجيب لنا أجانب تاني وأنا عندنا أزمة بتاعت وقود غاز بلد ده أي شيء أي شيء فيها بقى بالصف يعني اهتمام ذات من هنا قدام تاني ما في شيء يصلح في البلد دي اذا استوعبتهم انا الليله مثلا الدوله السودان الليله اذا استوعبت الناس الجايين انا من وين حقدر اكفيهم؟ ما حقدر اكفيهم لانه الشعب السوداني اصلا معانى من حاجه اسمها صفوف عيش حاجه اسمها ازمه في الغاز حاجه اسمها ازمه في الوقود فبالتالي يعني اصلا مثلا الناس اللي لو هنا يعني هتحصل معروف الحال هتحصل شنو والله ما بقدر بسرعه كده ما بقدر بستوعب ليه نحن ذاته في حالة صعبة جدا ده من يجيبون برضو بيجي في نفس اللي إحنا نحن قاعدين بو. نحن يعني من ناحية إنسانية بيتعاطف مع أي إنسان في العالم مهما كان لنا لكن الآن السودان يعني فيه أكثر من ثمانين ألف لاجئ في من, من إثيوبيا أو أكثر من مئة ألف ف... وعندنا يعني في جنوب السودان برضه في النيل الأبيض كمية من اللاجئين وبالبلد بلد يعني مفتوح يعني الوضع في السودان انا بقول انه قد ما يتحمل انه وجود لاجئين اخرين يعني بل نحن حتى السكان الموجودين محتاجين نعيد الاحصاء ثاني نعيد الاحصاء السكاني على الوثائق الثبوتيه محتاجين للحدود نعمل عليها كنترول أو, أو 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 تكون في مشاريع استراتيجية مع الدول المجاورة لينا. يعني نحن عندنا من المشاكل ما بالذات في الفترة الانتقالية ما يكفي يعني. اللاجئ ده في النهاية بني آدم، عنده قيمته، يعني الليلة لما يجي عندك المفروض أقل حاجة يلقى الرعاية الصحية والأكل. هل الليلة المواطن السوداني اللي قاعد في بلده لاقي اكل ولا لاقي رعايه صحيه عشان انت تاني تجيب مئات الالاف ولا الملايين تقاعدهم في بلد اصلا نظام الصحي ولا نظام التعليمي ولا نظام الامني متهالك يعني احنا لا شايفين اي دوله في العالم انت بتسافر جوا البلد اي نعم ما في فيزا في النهايه لكن بيسالوك من اوراقك الثبوتيه بطاقتك جوازك بطاقتك الصحيه رخصه سواقتك ترخيص عربيتك اي شيء بتسال منه في السودان الكلام ده كله ما في ولا في شغال به، فعشان كده اللاجئ لما يجي السودان بعد فتره بيبقى ما عارف روحه ذاته هو سوداني ولا ما سوداني ده غير طبعا اللي بيجي السودان وبيستلم جوازه من ثاني يوم يشتري الجواز السوداني ويدق فيه فيزا ويطلع يمشي اي مكان في العالم ثاني يدخل ويرمي الجواز السوداني بعد ذاك يعمل لجوء في الحته الثانيه هناك يعمل اي شيء يعمل لمشروع يشتري ده بالنسبه للناس اللي عندها قروش الناس اللي ما عندها قروش بتقوم شنو بتقول حسبي الله ونعم الوكيل نستحمل الكاتب لنا الله ونعيش وطبعا في الاول الأخير موضوع اللجوء او قضيه اللجوء دي هي في الاخر كده حاجه انسانيه، يعني انت الليله كونه حتى لو انت جايب وتستفيد منه كونه قاعدته في بلدك دي حاجه انسانيه، لانه زي ما قلنا في النهايه ده انسان حيمشي وين يعني؟ لكن انت الليله تعال شوف اللاجئ ده لما تجيبه، انت, انت بس حتجيبه وتقعده كده ده يعني الليله اللاجئ ده انت لما تجيبه المفروض توفر له اي حاجه، يعني الليله سؤال استفهام، في السودان عندنا احنا الليله لما نجيب لاجئين بيجيبوا اللي شنو؟ يعني انت موفر لهم شنو؟ يا اخي انت بلدك لغايه يوم الليله الكهرباء بتقطع، المويه بتقطع، العيش بيقطع، ما في اي شيء، الدواء بيقطع، ما في علاج، ما في مستشفيات، الناس بتموت في المستشفيات، انت بلد عندك اصلا جوه البلد، جوا البلد عندك انت نزوح من سنه كم؟ في ناس نازحين كل يوم من مكان لمكان ما قادرين يرجعوا مسقط راسهم زي ما بيقولوا او حتتهم او بلدنا الاساسيه. يجي فوق ده كله الثلاثه دول اللي قلناها قبل في لجوء مستمر ما غير متوفر، ده متدفق كده ده، ماسوره فاتحه ما بتكفي، كويس؟ بالاضافه اللي قلنا انه اللجوء بين الدول اللي حصلت فيها ازمات وثورات والكلام ده وجاي هسه يجيب ليه الافغانستانيين كمان ما قصد انه ما نجيبهم هو في النهايه احنا ما عندنا مشكله لو الحاجه مرتبه ليهم هم, هم؟ لانه في النهايه حيجي يلقى الوضع اللي احنا قلنا قبل شويه اي شيء متهالك ما في اي شيء منظم في السودان بالاضافه الى ذلك الحاجه دي حتعمل فوضى حتعمل انفلات امني لانه انت ما قادر تسيطر على الموضوع ده يعني الليله ذاته اللاجئ ده لما تيجي تقعده ده لو قعدته في معسكر او مخيم بتاع لاجئين بعد يومين ثلاثه عادي لو مرق ماشي اي حته ما زال حيساله ولا حيقول لي انت ماشي وين اصلا ده انه الموضوع في السودان بقى عباره عن نقاط السلام للقروش خلاص بعد ده يحوم جوا يعمل الدايره هيعمل لك ازمه امنيه جوا البلد لانه انت ما حتقدر تسيطر على اي حاجه ولا حتعرف ذاته الناس دي بتعمل في شنو الحاجه الثانيه ممكن يعمل لك ازمه صحيه يعني الليله الناس ديل بيجوا لا بتفحصوا لا في علاج لا في اي شيء يعني ممكن الليله في السودان ده يجي وباء ينتشر فيه ينتهي من السودان كله ده طبعا لو السودان لسه هو انتهى واللاجئين ده ذاتهم هم جايين في بلد اصحاب الارض ذات قاعدين بيبيعوا في اراضيهم وبيهربوا وبيشتروا برا يعني تحس القصه دي كانه في عمليه بتاعت شنو طفش السوداني جيب اللاجئين من برا بدل البلد دي يعني احنا بعد كم سنه ما حيكون في سوداني قاعد يعني اسياد البلد الاصليه ما حيكون في زول قاعد لانه الناس كلها طفشت وبعدين في نقطة ما ننساها، احنا قبل قلنا اللاجئين ديل في ناس بيجوا بيقعدوا وفي ناس ماخذين انه لا، احنا نمشي السودان دي بوابة لنا ناخذ الجواز ونطلع برا. طبعا في ناس بياخذوا جواز من غير ما يجوا، خليهم على جنب ديل. الليلة انت ساتو جوازك ده لما تدي لأي زول، احنا جوازنا بقى هامل. أي زول بقى بياخذ الجواز السوداني ده عادي، كان جه السودان ولا كان ما جه السودان، مش بتدفع قروش؟ جيبها هاك يا معلم امسك ده جواز يلا عيش حياتك. وصل الجواز السوداني لمرحله انه في دول كثيره بقت ما بتدي السودانيين فيزا، والله مش لو جبت له انه انت عندك قروش وتاجر وغني وعندك شفت منجم بتاع الماس، جوازك ده مش سوداني ما بدخلك، ليه؟ لانه في النهايه بيخاف من انه القصه ما بقت قصه قروش بس، بلنا طبعا نظام الفيزا انتم عارفينه، بيجي بيقول لك اطلع تطلع فيزا ورينا كشف في حسابك ده يتاكد انه انت عندك قروش ما ماشي تهرب هناك، فالموضوع عندنا إن احنا بجواز السوداني اتطور بقى لا لا انت ماخذ جواز سوداني يعني معناته انت ممكن تكون ارهابي، ممكن تكون تاجر مخدرات، ممكن تكون تاجر اعضاء، ممكن تكون اي مصيبه. يعني ابسط حاجه قريبات دي التاجر السوري اللي معاه جواز سوداني بتاع الكبتاجون ده مسكوه ولقوا معاه جواز سوداني فانت الليله بالتصرفات الغبيه اللي بتعملها انت كحكومه بتدخل السودان وبتدخل المواطن السوداني اللي ما له دخل في سياساتك دي كلها في حيطه لكن برضه السؤال هنا ليه؟ ليه يعني ايش معنى السودان؟ يعني هل هي فعلا مقصوده انه الليله السودان دي تبقى عباره عن ملجا بتاع لاجئين للعالم كله؟ ولا شنو بالضبط لانه احنا شايفين بس عين للدول اللي حوالينك يعني احنا نمسك السودان شوف جيراننا منه عين لاسوبيا اللي الليله التطور والنهضه الحاصله فيها يعني الليله بلد قاعده بتتظبط يا اخي امسك أدفع حاجه بس ما بنقول شنو الدخل حقه البلد المطار بتقارن مطاراتك كلها في السودان بمطار اديس كله عين مصر مصر الليله عندك احنا لو جينا زاتو احنا اللي بنعمل في حكومتنا دم بطاح صح بنيه تحتيه شوارع شاليهات سياحه انت انبطاحك ده فايدة شنو؟ يعني احنا الليلة انبطاحاتنا اللي شفناها من حكوماتنا كلها في انبطاح ما يعني مستمر ليوم الليلة انبطح 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 يا ريت لو مش في بطل انبطاح يمكن تتصلح يعني انا ما اعرف الانبطاح ده وبعدين على الاقل الليلة احنا لو انبطحنا واستقبلنا اللاجئين قلنا دي قضية انسانية واللاجئ ده في النهاية انت بيقعد في البلد لو انت بتفهم بتستفيد منه بتنمي بلدك وبتنميه ذاته بتخليه يحب السودان ده اكتر من بلده اللي جا منه يعني ده في النهايه بيفيدك وبيستفيد لكن الكعب احنا عندنا في السودان احنا عندنا نوع ثاني من الانبطاح لما نعم القروش عندنا انبطاح بيجيب كفوه للسودان بيجيب كفوه للاجئ القاعي عندك ذاته يعني انت الليله في السودان غير اللي بيحصل ده كله وغير الازمه الاقتصاديه انت عندك السودان فيه كميه بتاعت مخلفات كيميائيه ونوويه وفي سنة 1984 في فترة حكم الرئيس نيميري استقبلت السودان نفايات كيميائية من شركة ألمانية واللذيذ في الموضوع انه قال لك الشركة الألمانية دي مدت لك شارع طوله 25 كيلو شارع زلط يعني مسفلت من النيل لغاية منطقة تسمى وادي بشارة ودفنوا المخلفات النووية دي هناك والكلام ده كله قصاد شنو؟ قصاد 4 مليار دولار في الوقت داك والغريبة انه الناس كانت بتسأل وين القروش؟ يعني ما مهم انت دفنتها أهم شيء القروش وين؟ والالذ من كده قال لك انه وزاره الخارجيه الالمانيه في وقتها كانت متحمسه شديد للموضوع وقال لهم احنا بنبني لكم مستشفيات تعالج لكم الامراض اللي حتجي من المخلفات دي لكن بشرط انه القضيه تبقى قضيه راي عام وكون طبعا وقتها الحكومه المنبطحه قال لهم يا جماعه تبنوا مستشفيات تخسر نفسكم قروش لشنو وراي عام وجوطه وانتوا المانيا وتشوهوا سمعتكم ليه ليه مستشفيات دي حتكلفكم تبنوا مستشفيات يا خلاص جيب لك حق مستشفى واحد ناخذته في جيبنا عندك الصين الصين قال لك من سنه 2004 لسنه 2009 كانت شغاله في المشروع بتاع سد مروي ففي الفتره دي قال لك الصين في اثناء ما هي بتنقل في المعدات والاليات اللي حتبني بها السد كان في 60 حاويه ما معروف دي قصتها شنو في البدايه لكن بعد ذاك اتضح انه ال 60 حاويه دي هي عباره عن مخلفات نوويه يعني ما كيميائيه احنا مشينا مرحله جديده ما شاء الله طورنا بقينا ندفن مخلفات نووية في السودان فقال لك في أربعين حاوية تم دفنها في بطن الأرض وفي عشرين فكوها ساي فالعشرين ده الله أعلم مشت وين وأتوقع عزيزي المشاهد القصة كده بقت واضحة لك عرفتوا سد مروي ده اتبنى كيف يعني عشان الحكومة ما دي تقول لك إحنا عملنا وسوينا و... وما قصرنا معاكم يعني في النهاية سد مبني بلوشي ده من الآخر كده وحكومة البشير برضو ما وقفت على الحاجة دي وانتهى الموضوع لا لا طبعا البشير يعمل حاجه لازم حرم المصون برضه تعمل ما هو كمان شنو زيتنا في بيتنا عندك انت وداد زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير استلمت من ايران برضه مخلفات نووية وقامت بدفنها وين؟ في مزارع خاصة بيها هي، يعني المزارع حقتها دي دفنت فيها المخلفات النووية، يعني تخيل بس انت يا عزيزي المشاهد او عزيزي المواطن السوداني القاعد في السودان الغلبان انه المزارع دي لو اتزرعت وطلعت منها محاصيل واكلتها انت في بطنك دقيقه الزوله دي ما كان قالت انه ورثت من اوات الله موز الليله الموز لا اله الا الله وبعد ده كله عزيزي المشاهد يجيك وزير الصحه الاتحادي في زمن المخلوع اللي هو في حكومتك المخلوعه ايام البشير بكل بجاحه يقول والله العظيم يا جماعه احنا مرضى السرطان في السودان ديل بندفع عليهم مبالغ كبيره وفي النهايه بموتوا عليكم الله ده يعني هو ذاته وزير صحة أنا ما عارف ذاته هو كان قال لك متمرد جاب وزير صحة ما علينا من القصة دي لكن شوفي انت ذاته عدم احترام المرض وعدم احترام الموت ذاته وعدم احترام المواطن أصلا في الأول يعني شايف إنه ذاته إحنا خسارة ندفع فيك يعني اللي كان بتعمل فيه الحكومات السابقة دي كلها واللي ما معروف حتعملوا القاعدة حاليا دي شنو قايته ده إحنا مودينا لحاجة نهائي السودان ده ما هيبقى سلة غذاء العالم إحنا ماشيين على إنه السودان يبقى سلة مهملات العالم بالعربي كده ده شايفين يجيبوا لاجئين يستقبلون من برا عشان يستفيدوا هم ويخطوا القروش في جيبهم وما مجهزين اي حاجه والسودانيين بيجوا يطفشوا ويمشوا برا يعني بعد شويه احنا هنلقى السودان ده ما فيه ولا سوداني وممكن يتغير اسمه وممكن يختفي وممكن يكون قاعد في الخريطه حاجه كده بس فاضيه دي شنو والله دي مكبر نفايات حقنا سجن العالمي المسلت مهملات العالم اي شيء عندك كده ترمي ارميه هناك وقبل ما نختم الحلقه موضوع اللاجئين ده احنا نهائي ما ضده احنا كل اللي عاوزينه بنطالب به انه الحاجه تكون مرتبه ومنظمه عشان السودانيين وعشان اللاجئين الجايين ديل، فالقصه تبقى مرتبه من ناحيه امنيه، من ناحيه صحيه، من ناحيه ماوى، من ناحيه علاج، اكل، كل الحاجات دي المفروض تترتب وتتنظم للمواطن ذاته اولا وللاجئ ثانيا، عشان لما يجي يقعد عندك يحس انه فعلا هو في امان، ما تبقى القصه بس انه انا قاعد هنا في صحراء قاحله ما اعرف ذاته اعمل شنو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخوي يعني الحين انا يجلس داخل السودان ولا ما يجلس؟ لا لا اجلس انت مش خشيت السودان دخلت انت أيوة. داخل السودان أيوة. حبابك يا زول فوق راسنا من فوق احنا بنتكلم بس الشغلانه تكون مرتبه عشان انت ما تمرض ونحن نمرض وبتاع تلقى كل حاجه الحمد لله تمام يعني نجيب فاميلي الحمد جيب فاميلي ما في مشكله خلاص وفي الاخر كونك وصلت بلدنا حبابك وبنشيلك فوق راسنا واحنا كشعب سوداني انساني من حكوماتنا كلها والقعده عسى احنا كشعب سوداني احنا مشهورين بالكرم وبرحبه الصدر وبانه احنا بنكرم من ضيفنا ده منو ما كان وبكذا نكون وصلنا معاكم لنهايه الحلقه، ما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالتلفزيون العربي وزول كافي، ومن هنا لغايه ما نلقاكم الاسبوع الجاي باذن الله تعالى، صلّى الله تحياتي لكم محمد عويضه، سلام عليكم. خان جيب